هذه غرفة الطوارئ رقم 3 بقرار من بشكل بقرار من مجلس البلدي سوق الجمعة. والغرفة هذه تحمل ثلاث محلات، محلة شرفة ملاحة ومحلة الفتح ومحلة وريمة. وعلى هذه المحلات وضع العمل التطوعي تنادوا جميع الشباب والأهل الخير والخيرين في حملة رش المبيد مكافحة الكرم. هو يكون زارح شوية لكن قد نسري يدير الراي مليح. بلدية سوق الجمعة كل ثلاثة محلات دايرين لها فريق. بالنسبة للفريق احنا بتاعنا احنا شرفة الملاحة ومحلة الفتح وريمة، لكن احنا عندما الشباب كتروا واليد والشباب ما زال عندهم رغبة طلعوا حتى برا من النطاق بتاع الخدمة بتاعهم ويصبحوا بقى كلها بلدية واحدة وكلها منطقة واحدة. عارف استاذ علي عارف.